دلوقتي جه بعد مع الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله، وابرزها الاهلي يواجه فريق حرس الحدود في المباراه المؤجله من الجوله 16 بالدوري المصري، وفي كمان مباراتين قويتين في الدور 16 من كاس مصر. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة بيستعد الحوار الوطني لمواصلة جلساته في الأسبوع الرابع بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والمجتمعية لإيجاد مزيد من المساحات المشتركة في القضايا المطروحة. وبيتضمن جدول الأعمال فيما يخص المحور المجتمعي جلستين للجنة الثقافة فيما يتعلق بالمؤسسات والسياسات الثقافية نحو فعالية وعدالة، مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة والمجتمع الأهلي. بينما تطرح لجنة الأسرة ما يرتبط بالعنف الأسري، الأسباب وسبل المواجهة والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي. النهاردة هتبدأ السكة الحديد تشغيل القطارات الإضافية ضمن استعدادات عيد الأضحى المبارك واستيعاب الكثافات على حجز القطارات وتسهيل الوصول للجمهور، وبتسير السكة الحديد عدد من القطارات على خط الصعيد تشمل قطارات مكيفة تالجو وقطارات VIP وأسباني ودرجة ثالثة روسي مكيف، بالإضافة لقطارات تهوية ديناميكية. النهاردة لعشاء الكرة المصرية موعدهم مع مباراة قوية بين الأهلي وحرس الحدود في إطار المباراة المؤجلة من الجولة 16 من عمر المسابقة بتمام الساعة 9:30 مساء. لعشاء الكرة المصرية موعدهم مع مباراتين قويتين في إطار الدور 16 من كاس مصر، يلتقي بيراميدز مع الاتحاد السكندري الساعة 6:30 بالليل، ويلتقي المقاولين العرب مع سيراميكا الساعة 9:30 بالليل.